Snicker. افتكر. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل ابو جبل. المسلسل ده انا كنت عامله قبل كده تيزر، وطبعا التيزر ما عجبنيش تماما خالص. تيزر كنت انا تقريبا مديله 4.5 من 10، المفروض ان ده تريلر، لان ما تفهمش هو ده برضو تريلر ولا تيزر، لان هو مدته 45 ثانيه. هو المفروض تيزر، بس ده اللي نزل بعد التيزر الثاني اللي كان برضو 30 ثانية، فمفروض يعني كان المفروض يبقى تريلر. مش عارف هم نزلوا تيزر وبعد كده نزلوا تيزر ثاني، فانا مش فاهم ازاي يعني هم بيفكروا ازاي. بس ده هيكون اخر فيديو ليه، يعني مش هيبقى فيه تريلر. حتى لو في تريلر ثاني نزل يعني انا اعطيت له فرصة ثانية ان انا اشوف له اي حاجة تبع المسلسل ده، عشان برضو انا ما بحبش اظلم مسلسل اقول مثلا عليه مش حلو من التيزر وممكن يطلع حلو جدا في التريلر والعكس. ما شفتش طبعا، بقى مش عارف بقى اسميه تريلر ولا اسميه تيزر. طبعا ما شفتش التيزر او تيزر 2، ما شفتوش ولا مره، فاتمنى ان هو يبقى حاجه كويسه احسن من اللي كان طالع قبل كده. التيزر اللي فات ان هو كان بيطلع طالع يلعب بوكس ومصطفى شعبان كان ساعتها شبيح في نفسه. اتمنى ان يكون التيزر ده احسن منه بكتير وما يكونش ليه علاقه بالبوكس. يعني انا كنت عمال برضو بفكر، لان مسلسل لمسه اكتاف انا عملت له برضو تيزر، يعني انا شفت التيزر بتاعته بس ما عملتلوش فيديو رياكشن. شفت التيزر ان هو كان بيلعب مصارع روماني مع كرم جابر، ولما جيت اتفرجت على التريلر وعملت له تريلر رياكشن حسيت ان هو التيزر ملوش علاقه خالص بالتريلر 180 درجه. يعني ازاي انت بتلعب مصارع روماني جايبهولي في التيزر بيلعب في مصارع روماني، وفي التريلر جايبهولي ان هو مش عارف تقريبا حاجات ليها علاقه بالمخدرات بقى واكشن وكلام زي كله. فانا حاسس ان المسلسل ده نفس الكلام، حاسس ان هو التيزر بتاعه هو بيلعب بوكس، وحاسس ان التريلر بتاعه هيبقى حاجه ثانيه خالص ملاش اي علاقه بالتيزر اللي احنا اتفرجنا عليه. او ممكن يكون هو كان بيلعب بوكس في الماضي يعني زمان، فلاش باكس مش عارف. فخلينا نتفرج على التيزر 2 ده، ولو في حاجه مستحق ان احنا نقولها. طبعا برده مش هنتكلم في الممثلين ولا هنتكلم في الاخراج ولا تاليف ولا كل حاجه، لان احنا اوريدي عملنا حلقه فاتكلمنا في الموضوع ده. هنعمل دلوقتي التريلر رياكشن، فهنشوف التريلر واتمنى ان هو يبقى كويس. يعني اتمنى ان هو يكون نفس درجه القوه اللي عملها السنه اللي فاتت في ايوب. يعني بس كالعادة طبعا ما شوفش التريلر أول مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. يلا بينا. حسن فارق جناحاته ومسيطر على اخواته من أكبر واحد لأصغر واحد، بس الفلوس الكتير بين الإخوات نار جهنم، وأنت أخواتك خلاص نارهم هادت وطمعوا. السم يبخلهم وهم شجوه. إخواتك دول عاملين زي الثور الهايج، وطول النهاية جاب لي لا ينفع كده الجيموز ولا تهديد. تعيش وتفتكر. افتكر. طبعا التيزر برضو تيزر 2 ده ما وضحش اي حاجة، بس اكون صريح معاكو انا حاسس ان المسلسل ده هيبقى حلو. يعني انا ليه نظرة برضو كده في المسلسلات وفي الافلام، انا حاسس ان المسلسل ده هيبقى حلو. حاسه يعني المسلسل ده بجد هيبقى حلو، هيبقى اخد نفس سكة ايوب برضو. مش عارف ليه، هو مش نفس القصة طبعا، بس حاسس انه هيبقى اخد نفس السكة. مصطفى شعبان حاسه هياخد نفس السكة بتاعة المسلسل بتاع السنة اللي فاتت، واتمنى ان هو يفضل في نفس السكة بتاعة مسلسل ايوب، لان المسلسلات اللي كان بيعملها الفترات اللي فاتت دي كلها كل سنة ما كانتش بتعجبني خالص. الزوجة الرابعة والله مني صايم والحاجات دي كلها ما كنتش بتفرج عليها تقريبا. انا اول مرة في حياتي اتفرج على مسلسل مصطفى شعبان كان ايوب السنة اللي فاتت. المسلسلات اللي كان بيعملها قبل كده كنت بشوفها تخطيفي كده مثلا في التلفزيون ولا حاجة، حلقة من هنا على حلقة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا، ما كانوش بيجوا معايا سكة، ما كنتش بستحمل بصراحة. بس السنة اللي فاتت فعلا ابهرني وفعلا غير رأيي عنه يعني بكتير جدا في التمثيل بتاع السنة اللي فاتت. برضو متحمس ان في دياب برضو السنة دي. نسبة بقى ترقبي للمسلسل ده، التيزر اللي فات كانت 4.5 من 10، نسبة ترقبي للمسلسل ده من التيزر ده نطت ل 6.5 من 10. يعني نسبة ترقبي للمسلسل بقى دلوقتي 6.5 من 10. والمسلسل هيبقى حلو على فكرة، أنا متفائل جدا. بس ما عنديش حاجة تانية أقولها. التريلر عامة أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وأشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي. تعيش وتفتكر.